من القواعد المقررة عند علماء اللغة أنه يستحيل على مجموعة بشرية تعيش في مساحة أرضية شاسعة أن تصطلح في حديثها اليومي لغة موحدة تخلو من اختلاف في من صوت أو دلال أو اختلاف في البنية أو التركيب. إن هذه قضية ليست في حاجة إلى برهنة، لكن اللغة العربية ولله الحمد اكتسبت الجمال والإبداع من جمال حروفها، تنطق وتسمع وتكتب بالخط العربي، فهذه من لمسة فنية تزين أحرفها من زخارف ونقوش وحركات التشكيل كما تظهر في القرآن الكريم، أو كما ترسم الكتب والمصاحف والصحف عندما تتحرك بها الألسن تتجلى فيها البراعة والفصاحة والصور البديعة والكثير من المعاني. وهذا ما يتميز به القرآن الكريم الذي عندما نزل تحدى العرب وخصوصا قريش، وهذا ما تعجب منه فصحاء قريش.